بالتأكيد يعني نحن نتحدث اليوم عن انعقاد لقمة مهمة تأتي في ظل ظروف ربما هي تكون بالفعل ظروف استثنائية. ما في شك هناك تحديات ربما تكون غير مسبوقة في المنطقة، هناك ربما وضع جيوسياسي، هناك أوضاع ملتهبة، هناك وضع إنساني ربما لم تمر به المنطقة في السابق. يعني هناك الكثير من الملفات المعقودة، وبالتأكيد ربما الحديث هنا عن تمركز جانب مهم في هذه القمة تعقد للمرة الأولى في مملكة البحرين. هذه الدولة التي تحظى بقبول وحضور عربي لافت، بالتأكيد يعني البحرين هنا حضن عربي واسع، وهنا أيضا دلالات جميلة فيما يتعلق بهذا الحضور. مملكة البحرين بذلت زميل سهيل في الفترة الماضية ربما جهود دبلوماسية غير مسبوقة بالتعاون بين قيادة هذه الدول العربية فيما يتعلق بالوصول إلى توافق عربي لكثير الملفات المعروضة هنا اليوم في أمام قادة وزعماء الدول العربية. ربما نحن نتحدث عن أيضا ملفات هنا تكامل، ربما يكون تكامل عربي أيضا إلى نظرة تكاملية لأن تكون المنطقة العربية حاضرة في كثير من الملفات العالمية. ربما أيضا يعني نتحدث عن استعدادات مسبوقة، هناك اجتماعات وزراء الخارجية العرب، هناك أيضا اجتماعات لبرلمانيات، الكل هنا يسعى إلى أن تكون هناك توافقات لكثير من الملفات. الوطن العربي يمر بكثير من الصراعات النزاعات، هناك أيضا ربما تكون ظروف مختلفة، يعني نحن لا نتحدث عن تكامل سياسي فقط، إنما أيضا هناك الكثير من الملفات فيما يتعلق بربما التكامل الاقتصادي، وهو إحدى المحاور التي يجتمع عليها قادة زعماء الوطن العربي. ربما يعني سهيل، ربما الكثير من الأرقام التي شاهدناها في الأيام الماضية تتحدث عن قوة اقتصادية لا يستهان فيها في الوطن العربي، هناك أكثر من 420 مليون نسمة، هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية الرافدة، بالتالي الملف الاقتصادي حاضر أينما كانت هناك حضور قوي للسياسة. إذن مملكة البحرين تضعنا أمام مفترق ومنعطف تاريخي ربما يرسم دلالات واضحة. العاصمة البحرينية هنا أيضا هي تكمل مسيرة التوافق. نعم. القمة الماضية عقدت في قمة جدة، إذن هنا حضور خليجي وربما هو نموذج اقتصادي متكامل لرفض المسيرة العربية. بالتأكيد ستكون هناك أيضا رسائل متواصلة، بكل ستكون تأكيد هناك أقرب من خلال وجود محللين سياسيين اقتصاديين فيما يتعلق بإثراء هذه القمة.